السلام عليكم متابعين قناة وموقع سبور ان بوايما، مباشرة من محطة قطار كذا مسافرين. ننقل لكم هذا المباشر حول تنقل الفريق الوداد الرياضي إلى مدينة طنجة لملاقاة الاتحاد بغياب 3 لاعبين بإصابة بالفيروس كورونا اللعين. على فكرة فأن الوداد الرياضي هو متصدر البطولة ومتصدر المجموعة في عصبة الأبطال الإفريقية، وكذلك متأهل لكأس العرش لملاقاة شباب المحمدية. علما أن فريق الوداد الرياضي عنده مقابلة ناقصة في البطولة، ضد بركان. ركبها يا شيخ. C'est bon.